بس لا عشان بس الموضوع بس ايه، احنا مش جايين نستعرض عضلات، ومش جايين عشان كل واحد يقول مآثره، مع كل احترام وتقدير طبعا للصديق العزيز محمد شيحة. الصديق ده احنا جايين بعد ما نخلص هاخدكم ونقعد على القهوه. احنا بعد الحلقه دي لاش احنا مفيش مشكله، بس انا عايز اقول حاجه بس بعد اذن حضرتك. انا بحط نفسي مكان كل واحد اسماعيلاوي قاعد دلوقتي بيتفرج وبيتقطع من جواه لما بيلاقي النادي الاسماعيلي بقى سهل قوي قدام اي حد انه يناقش مشاكله، سهل قوي قدام اي برنامج انه يقطع فيه، سهل قوي قدام اي فضائيه انها تيجي توقع ما بين اللاعب وبين مدير فني. الناس ضجت، الناس كفايه، احنا خلاص وصلنا لمرحله من التشبع، مش عايزين بقى حد يطلع يتكلم عن نفسه، مش عايزين حد يطلع، احنا كلنا مركب لازم نبقى كلنا مع بعض فيها. احنا دلوقتي انا بفتخر ان اسماعيلاوي، محمد شيحه دايما بيفتخر ان هو اسماعيلاوي، محمد شيحه دايما بيقول انه بيحب النادي الاسماعيلي وبيحب الاسماعيلي وبيعمل لصالح الاسماعيلي، وده على دماغنا وعلى دماغه، وانا عارف كويس جدا كده. لكن مش هنيجي بقى في بدايه حاجه في مشكله اساسيه، ثانيه واحده يا اسلام، في مشكله اساسيه النادي الاسماعيلي فعلا بعد ما شاف فرقه فرح بيها، ونيجي نتضرب في المدير الفني وفي كابتن الفريق. لا، الناس زعلانه والناس حزينه. أيوة، لازم نحط، لا معلش، لازم نحط، لا معلش، ما هي مسؤوليه مين؟ ما هقول لحضرتك، معلش لازم نراعي شعور هؤلاء الناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. ما نطلعش اولا، بص هقول لك دوافعك في استضافتي انا وشيحة النهارده، مع احترامي وتقديري طبعا لحضرتك. يلا اتفضل. دلوقتي امبارح النادي الاسماعيلي كان هو السيره الاولى في كل الفضائيات بالزبط. والنهارده في كل المواقع وفي كل الجرايد، وكل نسي القضيه اللي كانوا بيتناقشوا فيها من شويه عن مشكله النادي الاهلي والهزيمه، واو مش عايز اتكلم، ماليش دعوه باي ندايه ثانيه. ولكن دلوقتي اسمع الاسماعيلي هو حديث الساعه ليل ونهار. انت النهارده كبرنامج انت جاي من كابتن محمد شيحه وجايبني علشان انا بمثل النادي الاسماعيلي، وانت عارف ان كابتن محمد شيحه حتى انت عرفته بالمعارض، عشان نتخانق مع بعض دلوقتي قدام الناس كلها. يبقى احنا بنقطع في الاسماعيلي اكتر، يبقى احنا خلينا الاسماعيلي الناس كلها تتهاوى عليه دلوقتي. انا برفض ده، انا برفض ان انا ادخل دلوقتي في سجال مع كابتن محمد شيحه. مش هيحصل يا علاء، انا وانت ما بنمثلش نفسنا، والناس قاعده بتتقطع قدامي. انا وانت لا نمثل انفسنا يا اسلام، انا وانت بنمثل الاسماعيليه، بنمثل النادي الاسماعيلي بس. عشان ايه؟ مش هينفع نبقى انا معايا وموافق على كل ده، بس انت اول ما بدات مفيش مجلس اداره، مفيش، ازاي انت شايف ان في مجلس اداره؟ عايز ارد على النقطه. انت شايف ان في مجلس اداره؟ طبعا في مجلس اداره. انت بتقول كده عشان انت شغال في النادي. لا، موضوع غير ان شغال في النادي. انت شايف مجلس اداره عمل ايه؟ مجلس اداره، لا بص، احنا اولا بص احنا عايزين نتكلم. انت بتنتقد، انا برد على انتقادك، مش هننتقد بعض شخصيا. لا بالعكس، احنا لو انتقدنا شخصيا انت حبيبي وصلنا وحش قوي قدام الناس. ولكن انا بقول مش عشان شغال في النادي، انا بتحمل مسؤوليه بفتخر بيها بقالي اكتر من 7 سنين كمتحدث رسمي للنادي الاسماعيلي. انا بدافع عن كيان ولا ادافع عن افراد، وانت عارف كده كويس جدا، بدليل المجالس المختلفه اللي اختاروني كانوا كلهم متنافرين مع بعض، فانا ما بطلعش ادافع عن اشخاص، دي نقطه والناس كلها عارفاها. ولكن انت لما تيجي تبدا في بدايه كلامك وكانك بتصدر المشكله ان مجلس الاداره هو السبب فيها، انت بتقول مفيش مجلس اداره. ازاي بتحلل كلامي؟ لا مش بحلل، بس انت اول ما بدات بهجوم ان مفيش مجلس اداره، هو بيقول ان انا معارض لمجلس الاداره. انا مش شايف ان في مجلس اداره، انا شايف ان النادي الاسماعيلي بيديروا الحاجه محمد ابو السعود. لكن انا وفي ناس كتير شايفين في مجلس اداره، العميد محمد ابو سعيد بيدير النادي. ولكن وليد الكيلاني عمل ايه للنادي الاسماعيلي؟ على عمل كتير. ازاي؟ قول لي حاجه. هو عضو النادي الاسماعيلي. ايوه عمل ايه؟ اللي عمل اديني كونسبت عمله. هو يعني محمد ابو سعيد هو ده اللي بيمثل. انا اقول لك، انا اقول لك اهو، مش انا معارض محمد ابو سعيد، ما اقدرش اقول انه ما حاولش يخدم النادي الاسماعيلي. اديني فرصه اتكلم بقى. القضيه مش كده، بس انت بتجرني الحوار، انت تهاجم وانا ادافع. على احنا مش طالعين دلوقتي، مش طالعين. لو سمحت اتكلم. ما اقدرش اقول لك ان محمد ابو سعود ما بيحبش النادي الاسماعيلي، ما اقدرش اقول لك ان محمد ابو سعود ما خدمش النادي الاسماعيلي. ما هو انت ممكن كاب مثلا، انا ابني مثلا يجي لي كريم فاقول له خد ال100 جنيه ديت روح اصرفها، يروح بقى يجيب بيها سجاير. ايه كريم شيحة؟ يروح بيجيب بيها سجاير، يروح ياكل بيها، غير لما انا اقول له خد ال100 جنيه ديت واخده معايا. انت نفسك فيها كريم؟ لا ده واحد. طيب هو توضيحا بس، ما اقدرش اقول لك ان محمد ابو سعود مثلا ما خدمش، لكن لا بديع عمل حاجه ولا وليد عمل حاجه، ولا معلش عمل حاجه. رد معلش طب ثواني بس قبل ما حضرتك. الراجل ده حسين عمل في كلام، ده حسين ابو السعود عمل. انا مش جاي لازم يعمل ماشي. معلش ثانيه واحده، انا مش جاي بس نرد على النقطه دي. معلش بعد اذن حضرتك، اولا العميد بديع ابو علي اولا متواجد في النادي ال 24 ساعه. العميد بديع ابو علي معلش ثانيه واحده، تجديد لكل اللاعبين الناشئين في النادي الاسماعيلي، هو اللي عامل العقود معاهم. ولما تم التجديد لمحمود عبد العزيز، لمحمد فتحي، للمتولي، للوحش، هو ده الانجازات. وليه ومضوا على بعض انجازات ان لعيبه النادي اتجدد في النادي؟ طبعا طبعا انجاز. مش انت اول واحد، مش انت اول واحد انتقد عدم تجديد النادي اللاعبين؟ طب انت دلوقتي جددت لكل اللاعبين، عملت استقرار في النادي، انت عامل استقرار، انت كمان عامل استقرار قبلها بسنتين يا سعاده الباشا. وعمرو السوليه وانا لما مجلس الاداره ندهه ندهته، خلاص هو راح الاتجاه وكل كان عارف انه راح. يعني ايه ندهه ندهته؟ انت عارفها كويس جدا. لا يعني ايه ندهه؟ ندهه اللي هي اولا اقول لك النمط الرياضي
لبرامج رياضية لبعض الأندية إنها تبدأ تنصب الشباك، أنت هتجدد ولا لأ، أنت هتروح الأهلي ولا الزمالك، دي النداهة. النقطة الثانية لا خد فلوس. النداهة المقصود بها النادي الأهلي؟ لا أنا بقول البرامج الرياضية. البرامج الرياضية. أنا عارف كلامي كويس جدا وعارف أنا بقول إيه. البرامج الرياضية. البرامج الرياضية اللي بتعمل لصالح النادي الأهلي. اللي بتعمل في كتالوج. لا لا بص قول لي اسماء، قول لي برنامج، هل قناه الاهلي؟ انا اقول لك كل البرامج. ولا قول لي قناه الاهلي. لا قناه الاهلي على فكره هي اكثر حياديه من بعض القنوات، دي نقطه انا بعتبرها اكثر حياديه. اكثر حياديه تجاه قضايا النادي الاسماعيلي اكثر من قناه موجوده. قناه النادي الاهلي. ما تقول لي اسماء، انت خايف؟ انت خايف؟ لا مش خايف، انا بقول لك كل البرامج. طيب ما تقول لي اسماء كل البرامج بلا استثناء. وانا بقول لك كل البرامج طبعا. لا احنا بقول لك حاجه، لا ثواني بس اقول لحضرتك، انت طالما لم تستثني حد وطالما ان انت خايف تذكر اسماء. مش هندخل في جدال، انا بقول لك اذكر اسماء. مش هندخل في جدال، لكن ما تعممش، لان احنا هنا ثواني بس، احنا هنا في النهار احنا قانونيه، لكن انا بقول ومش خايف من حد. معلش يا اسلام، مش خايف من حد. الكتالوج لكل مراسل ينزل الملعب لما اي لعيب قدامه سنه ولا سنتين عشان يجدد، يجي يسال السؤال التقليدي. ما هو بيسال. ايوه ما هو بيسال. هتروح الاهلي ولا الزمالك؟ ده خبر، ده عايز يحصل على خبر. بيقدروا يعملوها مع الاهلي او الزمالك؟ بيحصل مع كل الانديه. انت بتعملها يا اسلام؟ تقدر تعملها كصحفي؟ لا بلاش انا. اللي انت تنزل اللعيب، تنزل اللعيب عنده هديه مع الاهلي. بلاش انا، بلاش انا بعملها مع اي حد. انا بعملها مع اي حد، ومع وهنا في النهار كل اللي شغالين بيعملوها مع ذلك. بص انا خليني اقول لحضرتك، خليني بس اكمل.